مع الجامعات والمعاهد التعليمية والقطاعات الطبية في جمهورية مصر العربية جميعاً. القوات المسلحة بتحرص على موضوع التعليم والتدريب على قدر المستطاع. التعليم والتدريب ده بيجي على عدة محاور. المحور الأول بيتلخص في موضوع الكورسات التدريبية والمحاضرات والندوات والمؤتمرات وورش العمل. بس الفرق بيننا وبينهم السيستم. في سيستم هناك شغال على مستوى عالي جدا. لقيت نفسي احنا بندرب الحياة المعلمين ودرس المساعدة. كان بيصعب عليا والاطباء وزارة الصحة. يعني كان بيبقى نصهم يخشوا معانا ولكن ما عندناش امكانيات ما عندناش ريسورسز ان احنا نقدر نكفي الاعداد الكبيرة اللي بتقولها ما شاء الله يعني. 16 جامعة. اصبح بيردن ولود هاو اي كان مانج ان انا اجمع الناس دي يقوم بيهم. وبالفعل سيادة اللواء القوات المسلحة والجامعات المصرية والأول مرة لأول مرة مع مساهمة لأطباء أسنان وزارة الصحة وذلك لتبادل الخبرات والأهمية بينهم لصالح شباب أطباء الأمدى سنوات عديدة بإذن الله. رجينا الله سبحانه مصريا الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل السلام وأزكى التسليم. بداية نرحب بالمنصة الكريمة أستاذ الدكتور رئيس جامعة طنطا دكتور مجدي سبع أخويا وحبيبي سيادة اللواء رأفت كبير الأطباء القوات المسلحة سيادة اللواء عصام القاضي سيادة اللواء محمود فوزي ورؤساء الجامعات وزملاء في النقابة. المؤتمر الأول من نوعه حاجة فريدة. السيد القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي فهو الحقيقة بيعتذر لكم جدا وبيرحب بكم جدا جدا داخل القوات المسلحة. الحقيقة أنا يشرفني جدا إن أنا أكون موجود في هذا الجمع العظيم لقمم وعلماء وأطباء الأسنان في جمهورية مصر. اسمحوا لي ان انا بعد ما شرفت بتكليف سيادته بس جامعة طنطا جالي الدكتور محمود وقال لي انا عندي حلم ان عندنا مؤتمر عايز اعمله يوم واحد. حضر الدكتور يلا بينا يا محمود ونطلع نتحمى في القوات المسلحة. نتحمى في العلم ونتحمى في الامان ونتحمى في اللمة ونتحمى في الحب ونتحمى في كل ما هو جميل أعطوه لنا كان فيه أشكر ومسيري وزارة الصحة والدكتورة أمان تقريب الأطباء والرئاسة لأن هو لما كلمني قال لي أنا جاي في السكة وقاعد ساعتين بكتفي إحنا كلنا اتأخرنا عن الميعاد لا إحنا عمرنا ما اتأخرنا عن الميعاد هو ربنا خبر لنا الميعاد وجايز لما دقنا مرارة إن ولادنا بعدوا عننا أن نرجعهم لحضننا واختم بما قاله سياده اللواء عصام علشان نفضل كلنا نقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.